السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الثالث متوسط، نحل أهم الأسئلة المرشحة لمادة الأحياء. عندنا أول سؤال مرشح هو عدد مزايا الجهاز الهيكلي في الإنسان، ومثل ما تشوفون الطلاب، يعني ما راح أقراهن حتى الفيديو لا يكون طويل. عدد أعراض مرض الكساح، هذني كذلك قدامك تقدر تقراهن، توقف الفيديو تقراهن. ارسم مع التأشير على مقطع طوليا يوضح تركيب السن، وهذا أنا موضحة فيديو منفصل، يعني عندي فيديو موضح تركيب شلون نشرح مقطع طولي يوضح تركيب السن. عرف الأعياء وعدد آثاره. الأعياء وآثاره كذلك مهم جدا طلاب أقصى درجات التعب. آثار عدم استجابة العضل للعمل على الرغم من إصدار الأوامر لها من الجهاز العصبي، هذا مهم. سارع ضربات القلب، ارتفاع درجات حرارة الجسم، والتعب شديد والتعرق وعدم المقدرة على التركيز. طلاب عندنا سؤال مما تركب العضلة، وهذا كذلك سؤال مهم جدا. عذرا طلاب، تتبع بالأسهم مسار اللقمة في الجهاز الهضمي. عندنا ما هي مميزات جهاز الدوران. عندنا سؤال عدد أهم المؤثرات على ضغط الدم، سؤال مهم جدا. عندنا سؤال آخر عدد أعراض مرض النزلة الشعبية. عدد أعراض مرض الربو كذلك. كيفية الوقاية من مرض حصى الكلية، السؤال مرشح ومهم. عندنا سؤال ما هي أعراض مرض داء السكري؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى خفض عمل الجهاز العصبي وكفاءته؟ ما هي أسباب التهاب الجيوب الأنفية؟ طلاب تقدر توقف الفيديو وتشوف الأسئلة وتحفظهن. عدد وظائف الكبد، مهم جدا. قارن بين الصفات الجنسية الثانوية في الرجل والمرأة. عندنا طلاب بعد ما هي أنواع البراعم، براعم التذوق. عدد أقسام الأمعاء الدقيقة. أريد أنواع الإخراج. قارن بين التنفس الخارجي والتنفس الداخلي، وهذا شارحة كذلك في فيديو منفصل تقدرون تشوفونه. إذن عذرا طلاب، هنا ساركو هنا نكمل. راح يكون عندنا سؤال قارن بين الشرايين والأوردة. قارن بين الشرايين والأوردة. عدد الأجزاء الساندة للجهاز الهيكلي، اللي هي أربطة والأوتار والغضاريف والمفاصل. هذين طلاب ضروري 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 أنه تحفظوهن، مهمة جدا. عندنا سؤال عدد أنواع الأوردة المتصلة بالقلب، وكذلك أنواع الشرايين المتصلة بالقلب. عندنا بعد سؤال، عندنا سؤال ما هي الوظيفة ما يأتي؟ الشعيرات الدموية الموجودة في الأنف، لسان المزمار، صمام القلب الثلاثي، مادة الصفراء، إنزيم الهيبارين، الأظافر، الإنسولين، الحويصلات المنوية، غدة البروستات وغدة كوبر، الجهاز العصبي الودي. تعريف طلاب عندنا التجويف الأرواح، الثقب القمي، عظم القص. طبعا عظم القص ما صاير له هنا يعني ترقيم، نقدر نقول خطأ مطبعي. الزغابات، التمثيل الغذائي، الهضم، البلازما، القلب. هذني طلاب أهم التعاريف، أهم التعاريف ذني. نكمل بقية التعاريف عندنا. ضغط الدم، العامل الرئيسي، تخثر الدم، لسان المزمار، الأدمة، أطفال الخدج، قناة أوستاكي، الجيوب الأنفية. ذني 15 تعريف. طلاب حاول تضبطهن، انت اكيد يعني قاري وهاي مراجعة لك، وهذن الشغلات المهمة تركز لي عليهن. عندنا طلاب بعد عندنا سؤال التعليل. تجنب شرب بكميات كبيرة عند العطش بعد قطع مسافة طويلة والعمل في الصيف، فيكون شرب الماء قليلا، ثم شرب ما يكفي بعد 10 دقائق. ليش؟ لان اكيد راح تسبب خطر على البصر. وجود سائل حيوي بين فراغ الجنب والاغشية الرئوية، وسهل حركة الرئتين. زيادة أعداد كرات الدم البيض عند الإصابة بالأمراض. وجود الفتحة الفوادية في الجهة العليا للمعدة التي تتصل بالمرء. قيام الشخص بإفراج قدميه عند رفعه لجسمه الثقيل. سهل الإنسان عملية المشي بصورة مريحة بسبب تقوس أخمص القدم تحت المفاصل المتحركة على كيس بروتيني. وجود زوجان من نتوءات مفصلية في كل فقرة. هذين طلاب أهم التعاليل. عندنا سؤال عاشر، ما موقع ما يأتي؟ الكبد، الحرقفة، الصفيحات الدموية، العامل الرئيسي، الحالبان، وقناة فالو. سؤال أخير طلاب عندنا، عدد وظائف الطحال اللي هن ذني قدامك تقدر تحفظهن. هذا طلاب أهم الأسئلة المرشحة.
اللي أنا رشحتها والرسومات أنها كذلك نزلت الرسومات بشكل فيديوهات منفصلة تقدرون تشوفونها. أتمنى طلاب تستفادون من هاي الأسئلة. شكرا لكم طلاب ومع السلامة.